يمكن زي ما كنا بنقول في الانترو انه يمكن الشوط الاول اختلف النهارده عن الشوط الثاني في مباراه المنتخب الوطني وجزر القمر، والحقيقه يمكن شفنا اداء برضو في الشوط الاول بتكلم ورباعيه مميزه الحقيقه بتجمع بين النني محمد شريف ومحمد صلاح وبهدفين طبعا، فوز مهم لمنتخبنا على جزر القمر تصدر بيه المجموعه اكيد او بياكد تصدره وبينهي مشواره باداء مقنع بالرغم من التراجع في الشوط الثاني. فقرتنا الحواريه ديت مع الكابتن الكبير طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي السابق اللي هنتكلم معاه في عده موضوعات الحقيقه منها مباراه المنتخب الوطني امام جزر القمر والنتيجه الكبيره اللي حققها منتخبنا النهارده، مستوى المنتخب والتاهل لكاس الامم الافريقيه وايضا مستقبل المنتخب في تصفيات كاس العالم 2020 اكيد مش سهل ابدا. يمكن هو ده الحدث اللي يهم المصريين طبعا. اكيد هنتكلم عن حراسة المرمى في منتخب مصر وشافوا النهاردة برؤية كابتن طارق سليمان ازاي. برحب بك يا كابتن في البيت الكبير. برحب بك يا استاذ هشام طبعا، وبرحب طبعا بكابتن منورنا كابتن طارق. ربنا يكرمك يا كابتن هشام بجد، انا سعيد ان وجود معاكم بجد يعني. حبيبي يا كابتن طارق، طبعا اكيد اتفرجت على مباراة النهاردة، عايز تقييمك الفني خاصة مقارنة بأداء منتخب مصر في نيروبي أمام كينيا، شفت ازاي منتخبنا النهاردة كابتن؟ وطبعا ما فيش شك يا كابتن هاني ان مباراه النهارده يعني هي مرتبطه بمباراه بتاعت مباراه كينيا، يعني الاثنين في فتره بسيطه قوي يعني بينهم بعض، وفي تباين كبير جدا في المستوى بين مباراه النهارده في الشوط الاول وبين مباراه كينيا بشكل عام في ال 90 دقيقه يعني. فجزء منها النهارده الاداء كان كويس الشوط الاولاني، راجع برضو ان بعد مباراه كينيا كان في ضغط جامد قوي على اللعيبه وعلى الجهاز، وكان في تقاطات جامده جدا في السوشيال ميديا. فانا شايف ان النهارده يعني المباراه خلصت بدري قوي تقريبا بعد وقت قليل 25 دقيقه كان تقريبا في اهداف كتير، كان في رغبه النهارده في المكسب، كان في اداء النهارده في الشوط الاول، حتى تلاقي معظم ال 11 لعيب معديين نص ملعب وسطين ضغط عالي من فوق، سيرد باكين كان في نص الملعب يعني حتى في منهم جون يا كابتن هاني اللي قفشه قطع الكوره وحطها على طول لشريف جاب الهدف الثاني يعني كان في سرعه. فهتلاقي حس النهارده في رغبه باللعيبه، في اصرار اللعيبه النهارده. الرغبه دي يا كابتن حضرتك بتتكلم على نقطه مهمه جدا، هي ان اللعيبه بدات الضغط في السوشيال ميديا. هل يعني هل من الطبيعي ان المنتخب بقيمه منتخب مصر يتغير الاداء من السيء للافضل كتير جدا بسبب ضغوط السوشيال ميديا؟ لا طبعا. فاصل انا خدت من كلامك ان الفرق ما بين ده فرق قليل قوي، بتتكلم على يومين، لكن الضغوطات والانتقادات والضغط من السوشيال ميديا كان جزء كبير ان اللعيبه نزلت مركزه ونازله عايزه تعمل شكل افضل. هل ده مقبول في منتخب لا مصر؟ لا طبعا هو طبيعي ان حتى بقول لك حاجه، يعني حتى في مباراه النهارده الشوط الاول والشوط الثاني صح. طب ليه النتيجه اتغير؟ ليه الاداء اتغير كده؟ ليه الاداء اتغير؟ عشان بقت 4-0 الشوط الاول يعني. هو ده اللعيب المصري يعني. هو ده والله كنت قاعد النهارده بتفرج مع ناس، حتى ضربت مثلا بقول ده خلي ده المنتخب الالماني مثلا بيلعب، كانت ممكن تبقى 8 وكانت ممكن تبقى 10. ايه العناصر النهارده اللي في التشكيل اللي لفتت نظرك يعني؟ لا النهارده متغير 6 لعيبه يعني على المباراه الاخيره، المباراه اللي قبل دي على طول اربع ايام تقريبا. النهارده متغير يعني بتلاقي الباكين النهارده متغيرين، في 3 في خط الظهر متغيرين، حجازي النهارده ما لعبش طبعا ظروف المسافر، الباكين متغيرين 3 في نص الملعب، الاثنين الديفندرين متغيرين، وقدام كمان في محمد شريف فبتكلم اكتر من نص الفرقه النهارده. قبل التغييرات ديت انت بتتكلم على نقطه حتى التشكيل جدا. ثقافه اللعيب حتى المحترف المفروض خلاص لعبتنا بمستوى عالي جدا، لعبتنا حتى المحترفين الداخليين، لما انت بتلاقي وانت جبت سيره المنتخب الالماني، المنتخب الالماني لو نزل قدام فرقه كسبانها الشوط الاولاني 4-0 الشوط الثاني هيكسب 4-5 و6 و7 مزبوط. يعني مفيش حته ان لا كفايه. انت شايف ان الخبرات الكبيره عند لاعبتنا على مستوى المحترفين على مستوى المحترفين الداخليين لسه الثقافه دي ما وصلتش انك تضغط وتكسب، قادر تكسب 4 يبقى قادر تكسب 5 و6 و7 و8، لسه الكلام ده ما وصلش. هل ده ثقافه لعيبه؟ هل ده دور من ادوار الجهاز الفني انه لازم يعيد شحن البطاريه من تاني وتبدا المباراه؟ بعض المدربين يقول لك انزل الشوط التاني اكن الموضوع 0-0. بالظبط كنت اقول الكلام ده فضل. يعني بين الشوطين يا كابتن هتلاقي اكيد، اصل انا حضرت كتير الكلام ده، يبقى كسبانين الشوط الاول 3 أو 4 والمدير الفني بيقول ان احنا لا لكن النتيجه 0-0 ننزل نلعب والنتيجه 0-0 عشان نبقى عايزين نجيب جوان تاني، عايزين ناخد ثقه. يعني المباراه زي دي طالما اتفتحت بالشكل ده والاداء بقى كويس كده وفي مكسب كبير في الشوط الاول، ده الطبيعي ان انت تديك اريحيه في ان انت تلعب بدون ضغوط بقى صحيح. يعني هو الطبيعي بقى المشكله ان انت تجيب جون هدف اول، انت جبت هدف اول وثاني وثالث ورابع،
طب ليه التراجع في ان انت ما تجيبش جون تاني؟ يعني ما هو ايه اللي حصل يعني؟ نفس اللعيبه، حتى لو حصلت بعض التغييرات، ما اللعيبه اللي نازله برضه لعيبه على مستوى عالي. كل لعيبه اللي نزلت، حتى الناس اللي لعبت في المباراه الاولى، يعني كان في تغييرات شويه لكابتن حسام في المباراه الاولى، انا شايف برضو كانت يعني كان نفس التشكيل كان كويس جدا، وكان عندك عناصر كتير. النهارده الست تغييرات اللي عملهم كابتن حسام البدري، يعني مش عارفه هل ده نتيجه لضغط الجمهور بسبب مباراه كينيا اللي احنا كلنا شفناها وما اتفقناش ابدا، كلنا اجمعنا على الاداء المتواضع ده، ولا لا تفتكر انه السيناريو ده بالتشكيله الجديده ديت بنزول ست لاعبين او ست عناصر في مباراه جزر القمر ده كان في دماغ راس، يعني في دماغه وفي راس كابتن حسام البدري من البدايه، خلاص هو اطمن في فكره الصعود، فخلاص كان اوريدي تقريبا يعني السيناريو المباراه بالتشكيله موجود في دماغه. بص يا استاذ هم، عايزين نرجع بس شويه، احنا بس بننسى لو حضرتك فاكره في مباراتين اتلعبوا قبل مباراه كينيا ومباراه جزر القمر في نفس التصفيات، بس كانت من فتره كبيره شويه. توجو فاكر حضرتك؟ توجو رايح جاي. ارجع كده للتشكيل، يعني يا ريت حد يجيب لنا كده التشكيل من الاعداد، التشكيل المباراه الاولى والمباراه الثانيه، هتلاقي فيها ست سبع لعيبه برضو اتغيروا. صحيح. وحصل اداء متميز جدا هناك، كان افضل من هنا كمان، وكسبنا ثلاثه. حضرتك فاكر كان اداء كويس جدا. ليه بقى التغيير ده بيحصل؟ مش عشان ضغط السوشيال ميديا، كابتن حسام مش من نوعيه المدربين لا الشخصيه قويه قوي. لا انا اشتغلت مع كابتن حسام فتره كبيره في السودان، اشتغلنا معاه فتره كبيره في السودان، ولما جاء اشتغلت مع السودان انبي الاهلي الاهلي ثلاث سنين ونص، وانبي ست شهور، والسودان سنه، حوالي اربع خمس سنين. بس ضغط الجمهور النهارده مختلف. والله بصي انا بقول لحضرتك، انا اتعاملت مع كابتن حسام كتير، الضغوط بالنسبه له اصلا ده الشغل في النادي الاهلي صعب قوي، والضغوط اللي في النادي الاهلي قريبه جدا من الضغوط اللي بتحصل، عشان كده دايما بقول لعيبه النادي الاهلي او نادي الزمالك بتبقى هي الاقدر بتمثيل منتخب مصر. احنا مش عايزين نخرج، بس عايزين السؤال الكابتن هاني ساله حضرتك، يعني تغيير النهارده عن مباراه كينيا ست لعيبه، ارجعي برده كده شويه، ريت الاعداد يجيب لنا يعني تشكيلهم شويه، تشكيل توجو في هنا في مصر وتشكيل توجو في توجو، هتلاقي برضو فيه كام لعيب متغير كتير، حوالي ست لعيب، وكان ده مبرر جدا لان كان في ماتشين قريبين من بعض، زائد ان اللعيبه هنا في مصر بتلعب كل ثلاث ايام مباراه، يعني الدوري احنا تقريبا خلصنا الدور الاول تقريبا شبه خلصنا الدور الاول، والدور الاول خلص في حوالي ثلاث شهور، فكل ثلاث اربع ايام مباراه، كل ثلاث اربع ايام مباراه، والاهلي بيلعب في افريقيا، في ماتشات كتير بتلعب، فما ينفعش كمان يجي في المنتخب كمان يبقى نفس لازم نفس المجموعه تلعب ماتشين ورا بعض، هتبقى صعبه قوي، هتبقى صعبه جدا، فعشان كده ريح النهارده لعيبه ولعب لعيبه جديده النهارده، وخد بالك انت بتختار لعيبه في الدوري المصري عناصر كتير جدا مميزه، في سواء المحترفين اللي بيجوا من بره او حتى اللي في الدوري المصري. فحتى لو غير ال 11 لعيب برده الطبيعي كمنتخب مصر ما يبقاش فيه فرق كبير في المستوى، انت ما انتش في نادي لا انت بتختار من 18 نادي دوري ممتاز، عندك لعبه كتير جدا محترفه، فطبيعي ان انت لو غيرت ست لعيبه المنتخب ما يتاثرش، وده بنشوفه في المنتخبات الكبيره في اوروبا، يعني مستحيل، وده اللي حصل، عشان كده بقول لحضرتك مش عشان ضغط السوشيال ميديا حصل التغيير الكبير مش بسبب ضغط الجماهير يعني. لا لا لا, لا انا اعرف كابتن حسام كويس. فالنهارده التغييرات دي كلها منطقيه جدا في ان المباراه اللي فاتت قريبه جدا من مباراه النهارده، فعشان كده يعني كان حاطط في دماغه ينزل النني النهارده من نفسه، هو حتى كابتن حسام قال الكلام ده هناك بعد كان نتكلم معاه كان له حوار بعد المباراه طول مع فؤن، وقال الكلام ده ان انا يعني انني ممكن يبقى له فرصه كبيره في المشاركه في المباراه الثانيه. هو هناك بصي هو كان في هدف من في المباراه اللي هناك ان كابتن حسام كان عايز يحققه، وهو انه يخرج بانه يوصل افريقيا. هناك ما كناش تاهلنا، واحنا بنلعب كينيا ما كناش في تاهل، فكان كابتن حسام شويه هو عايز بس فكره، يعني رقم واحد عنده مش الاداء، هو عايز يتأهل بقى بانه يتعادل، يتأهل انه يكسب، بس يتأهل اهم حاجه، وده كان هدف مشروع جدا جدا وطبيعي جدا لمدرب مصر. خدي بالك احنا بنتكلم على ان الناس بتقول مجموعتنا ضعيفه، مجموعتنا ما فيش فيها فرق قويه، لا الخريطه في افريقيا بتتغير فعلا، دي حقيقه فعلا، بدليل ان احنا خرجنا من مين هنا في البطوله في 2018؟ خرجنا من جنوب افريقيا. جنوب افريقيا، جنوب افريقيا بره البطوله يا كابتن هاني اللي جاي. صحيح، جنوب افريقيا خرج من السودان اول امبارح ولا امبارح خسر 2-0 وكان يكفي التعادل. صحيح، واحنا خرجنا احنا خرجنا من دور ال 16 هنا في مصر من جنوب افريقيا لو حضرتك فاكره كويس، فعايز اقول ان لا بيحصل، ممكن يحصل مفاجآت. فمش معنى ان احنا معانا جزر القمر، مش معنى ان احنا معانا كينيا، مش معنى ان احنا معانا توجو ان مجموعتنا ضعيفه وان احنا كده كده هنصعد، لا الكلام ده ما عادش موجود في الكوره. طب هاخدك في جزئيه ثانيه خالص يا كابتن طارق، وانت قلت ان انت اشتغلت تقريبا نقدر نقول خمس سنين مع الكابتن حسام. مظبوط. هناخد جزئيه ثانيه برضو اثيرت في السوشيال ميديا، علاقه الكابتن حسام البدري بالمعاونين، علاقته بالجهاز المعاون.
انت من خلال تجربتك مع هل الكابتن حسام من نوع المدربين؟ احنا عارفين في مدربين حتى على مستوى الاجانب راجل اللي هو اللي بيقول فكره، ويمكن التعاون مع الجهاز المعاون بيكون في اضيق الحدود. كابتن حسام اللي انت عشرته 5 سنين، هل من هذه النوعيه انه بس يبقى في اضيق الحدود ممكن يتعاون مع الجهاز المعاون، ولا الدنيا مفتوحه من خلال مناقشات، من خلال قعدات، من خلال يعني فكر للجهاز كله؟ لا، بنقعد على ترابيزه وبنتكلم في كل التفاصيل. يعني حتى لما بيجي يعني موسم جديد بنحط لائحه، كل واحد بيقول النادي مختلف. لا، بتكلم على المباريات، يعني قبل المباريات بيحصل ايه؟ ما انا بقول لحضرتك طبعا، يعني بتكلم بس في الاول في اثناء التدريب، لما بنتكلم في حتى في تشكيل المباراه. لا، كابتن حسام بياخد راي الجهاز كله، بس في النهايه هو صاحب القرار، مفيش شك طبعا. اثناء المباراه في التسعين دقيقه بقى، لا ممكن هنا يبقى كابتن حسام مش كتير، يعني بيبقى حتى لو بيرجع بيبقى في اضيق الحدود. صراحه يعني خلال ادارته للمباراه، لا بيبقى طبعا واقف على الخط وهو اللي بيدير المباراه، يعني ممكن يفاضلك الحدود، ممكن يعني يرجع بظهره كده، يعني ياخد راي حد من الجهاز المعاون، وبيبقى اقرب الناس له هو المدرب العام، يعني في ذات في التغييرات. يعني طب بمناسبه يعني القرب، حضرتك برضو يعني ليك يعني قربت من كابتن حسام البدري وشفته عن قرب في الموضوع اللي طالع الايام اللي فاتت واستياء بعض اللعيبه، ويعني تطرق الموضوع لاسرهم كمان، في ان يعني جميع من لم ينضم للقائمه يعني شعر بالاستياء وبالاحباط، واللي قال لك ده انا مصري والله العظيم، واللي قال لك قتلك اوسا لازم كان ينضم، يعني في كلام كتير جدا حصل في هذا الموضوع. شايف انه كابتن حسام البدري شخصيته ممكن تجامل، ممكن يبقى لها حسابات طبقا للمجاملات؟ لا طبعا مستحيل. يعني انا اعرف كابتن حسام كويس، ما عندوش مجاملات تماما في اي حاجه. كابتن حسام في اختياراته في لل 22 لعيب او 30 لعيب او ال 11 لعيب او حتى الاحتياط اللي بيبقوا موجودين على الدكه، حتى اثناء التغييرات اللي بتتم اثناء 90 دقيقه، مستحيل بيجامل. كابتن حسام عنده حاجتين اتنين، الشخصيه والاداء الفني. ده رقم، حتى لو الشخصيه فيها بعض المشاكل او بس طالما هيفيده الشخصيه والاداء الفني. طبعا. لو بعض الشخصيه عنده مشاكل بس هيفيده في الملعب، لا بيبقى موجود في الملعب. حتى لو كابتن حسام يعني ممكن يبقى اللعيب ده مثلا مش على قلبه قوي، يعني في يعني تعرف ان في لعيبه بيبقى اوقات كتير مدير فني لا على قلبه مش الدنيا مش حلوه قوي، يعني انه مش معنى كده انه ما يلعبوش، لا بيلعبوا رقم واحد في الفرقه طالما محتاجه فنيا. فكابتن حسام موضوع انه يجامل في تشكيل او في اختياراته للعيبه في كمنتخب، لا مستحيل. موضوع اوسا ده قصه ممكن نبقى نتكلم فيها، يعني هنتكلم بالنسبه لاوسا على حراس المرمى بالذات، لان كمان اوسا زي ما قالت سهام كان ليه بعض التصريحات، وفي ناس كتير كان بتقول انه ليه حق. هنجي لتقييم الكابتن طارق سليمان لاختيارات الكابتن حسام على مستوى حراس المرمى، لكن طبعا يعني فريق الاعداد يشكر زي ما انت طلبت ان فعلا الكابتن حسام البدري مباريتي توجو في حصل 7 تغييرات، من 2 على مستوى خط الظهر، نزل يمكن احمد توفيق مكان محمد هاني، ولعب يمكن عبد الله جمعه مكان فتوح. 2 في وسط الملعب كمان، الاثنين الديفندر اتغيروا، واتغير كمان قفشه لعب مكان عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بدا في القاهره، وكمان على مستوى خط الهجوم محمد شريف بدا كمان. يعني 7 تغييرات في خلال ايام معدوده، وزي ما حضرتك بتقول من الواضح ان زي ما بتقول ده فكر واضح ان فكر كابتن حسام البدري. عشان كده بس يعني دي نقطه مهمه قوي. ليه؟ لان الاستاذ سهام لما سالت ان كابتن حسام غير 6 لعيبه من مباراه كينيا لمباراه النهارده عشان ضغط السوشيال ميديا وعشان الاداء ما كانش كويس، لا هو ده فكر كابتن حسام. وده حصل في مباراه توجو من كام شهر، حوالي اكتر من فتره كبيره، بتهيألي اكتر من 4 شهور او 5 شهور ما حصلش تجمع منتخب. بس ان احنا بس ايه يعني شويه الناس بس ايه بتنسى. طب بكلمك فنيا شويه، مش شايف ان 7 تغييرات كل مباراه ده على يعني على حساب شويه عمليه، مش هقول التجانس لان المنتخبات المفروض ثقافه اللعيب التجانس يبقى سريع جدا، لكن تثبيت التشكيله خاصه على مستوى المنتخبات، انك بتغير كل ماتشين بتغير تشكيل او 6 7 لعيبه، شايف ده ممكن ياثر على ثبات التشكيل، ياثر على اداء اللاعبين في الملعب، ولا انت شايف نتيجة تقارب المباراتين فبيكون التغيير؟ تمام، موافق 100%. هو حضرتك جاوبت، حضرتك سألت وجاوبت. طب الحمد لله. يعني موضوع انا يعني لان لو كابتن حسام لو في بطولة افريقيا، بطولة مجمعة بقى وموجود في البطولة، بيختلف. لا طبعا مش ممكن كل مباراة يغير 6. لا، لان هو بيبقى مجمع المنتخب ده قبلها بفترة كبيرة، واللعبة دي مريحة كويس، وعنده ماتشات ودية بيبقى فيه فترات راحة بشكل كويس، فمش مستحيل يجي بيلعب اول مباراة في البطولة وبعدها تاني مباراة يغير 6 7 لعيبة. لا، الوضع بيختلف. انا لسه قايل ان هو كابتن حسام لما غير 6 النهارده عن مباراة كينيا،
انا بقول لحضرتك ان الدوري مضغوط جدا 4 شهور او 3 شهور كمان السفر نتيجه الضغط حاجات كتير قوي طيب. حتى في الدوري هنا كابتن هاني انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، الاهلي مسافر ورايح وجاي والزمالك مسافر ورايح وجاي وماتشات كتير قوي، وكل 3 ايام مباراه ويجي يلعب مباراه في الدوري وبعدين يسافر تاني. الاهلي مسافر بعد بكره طيب. مسافر بعد بكره تاني السودان عشان يلعب مباراه المريخ. فضغط المباراه دي زائد كان ماتشين المنتخب كمان في 4 ايام ويلعب نفس التشكيل. لا ده فكر وانا شايفه انا اتفق معاك. والفكره كابتن هاني في المباراه اللي هناك يعني الاداء كان ممتاز، يعني حتى خد بالك ده مباراه توكو تقصد اللي هناك طبعا طبعا الاداء كان كويس جدا المباراه مع الشوط الاولاني مع الشوط الاولاني مباراه النهارده. فلما عمل كده كابتن حسام خد بالك ده خد بالك ده فيها مخاطره كبيره جدا عليه هو حتى شخصيا في مباراه توكو اللي هناك طبعا مزبوط. لما يغير 7 لعيبه في الملعب والاداء يبقى الاداء لو كان الاداء او كان في نتيجه عكسيه كانت كل الناس هتبقى فيها يعني النهارده بيعملها تاني والاداء بيبقى كويس صحيح. وبالرغم من ده مضطر بس بحكم اللي احنا قلنا عليه مبرراته اللي احنا الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي في دايما انتقادات في دايما مش هنسلم. بصي لا ما اعرفش ليه يعني هل تفتكر في نوع من انواع التربص يعني النهارده طب معاكي 100% ليه؟ لا ما هو بصي اصل ما ينفعش يبقى انا المنتخب ما اتجمعش من 5 شهور من 5 شهور واجي انا المنتخب بيتجمع وبيلعب مباراه بعدها بكام يوم ويبقى الاداء مش لا لازم يعني ما فيش اي انتقادات الفتره اللي فاتت تم توجيهها للكابتن حسام البدري انت كنت متفق معاها كابتن طارق؟ بصي في فرق بين ان انا بتكلم في شغل فني وبتكلم في امور فنيه داخل 90 دقيقه وبتكلم في التغييرات وفي ناس بتتكلم في انتقادات بتبقى مالهاش علاقه خالص بالمباراه. بتتكلم عن الصور الشخصيه ان كابتن يعني الحاجات دي طبعا ما احنا بنتكلم اهو. طب انا اكتر ناس اشتغلت مع كابتن حسام في ولما بيبقى في حاجه لا بقول يعني انا هتكلم على حراس مرمى دلوقتي انا كنت كان ليا وجهه نظر مختلفه عن الاختيارات اللي تمت. يعني مين الاسماء اللي كنت ممكن انت شايف انها تكون موجوده على حساب عنصر كان موجود يعني؟ يعني انا شايف الشناوي طبعا يبقى موجود طبعا مفيش كلام ويبقى ابو جبل موجود مع الشناوي ابو جبل مش جنش ليه برضو انا ليه برضو مع ان النهارده تم الاعتماد عليه يعني مفيش مشكلة. في الشوط الثاني بص حضرتك انا ابو جبل لعب في يعني لما تيجي تتكلمي على الموسم اللي احنا فيه ده ابو جبل لعب ماتشات كتير قوي مع نادي الزمالك وكان موجود في المنتخب بشكل كبير جدا في ماتشات كتير قوي مع بس المنتخب. في الفتره الاخيره ابو جبل ما كانش كتير كم ماتش 4 مباريات أو 5 مباريات مش كافيه ان انا استبعد حارس بيلعب من اول السنه اكتر من 40 مباراه في الزمالك سواء في الدوري او في افريقيا كان مستواه هايل بصراحه ماشي بشكل كويس جدا حتى لو حصل بعض الامور الاهتزازات في المستوى شويه جنش لسه ما رجعش للفورمه بتاعته ما قبل الاصابه يعني جنش الفتره اللي هو فيها دي لعبه مع نادي الزمالك مش في افضل حالاته لسه هو لعب مباراه او اتنين بشكل كويس قوي في الاخر انما جنش في الاربع مرات اللي لعبهم لا لسه ما وصلش خالص للفورمه بتاعته اللي هي كان اثناء بطوله افريقيا اللي كانت النهارده اداؤه ازاي لسه باين لسه ما رجعش لسه مش فورمه النهارده في واحده وقعت من ايده في كره عرضيه والحكم حسبها فاول كانت ممكن ما تحسبش يعني انا مش عايز اقيمه على 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 موقف موقف حصل في شوط النهارده لا انا بتكلم في ال5 مباريات اللي لعبهم لما اقيمه لا اللي ابو جبل اللي كان بيبقى موجود هنا في المنتخب مجمل مباريات طبعا ما ينفعش يروح بعد 5 أو 4 مباريات واحد لاعب اكتر من 30 مباراه في الدوري وافريقيا ولاعب اساسي بقى اكتر من سنتين بيلعب اساسي في نادي الزمالك انا كنت استنى على جنش كمان لو كان لعب كمان 5 6 ماتشات يبقى مجموع المباريات 10 مباريات اقيمه فنيا يستحق او لا طيب. يبقى ابو جبل بعيد قوي انه يروح بقى خلاص لانه بقى له فتره كبيره قاعد بقى له اكتر من شهرين بقى قاعد في 10 مباريات اكتر من 10 لا يقعد التاني اللي كان يروح كمان مع ابو جبل كنت انا كان رايي عمر رضوان حارس مرمى اسوان رغم ان هو له منتخب الاولمبي بس لا كان مقدم اداء رائع مع اسوان السنه دي وكان يستحق ان يبقى موجود في منتخب مصر ممكن كمان يبقى موجود على حساب محمد بسام لا ممكن يبقى على جنش وعامر يعني انت بتتكلم دلوقتي محمد الشناوي بالظبط وابو جبل على ابو جبل وعمر رضوان وممكن يبقى معاهم انا كان رايي انا يعني انا كنت شايف ان كان في اكتر من حارس مقدم بشكل كويس قوي كان ممكن يبقى موجود في محمود الزنفولي مع البنك الاهلي كان في احمد مسعود كان في بس حتى لو انا يعني هاخد حد برده من القدام ممكن اخد محمد بسام وعمر رضوان وابو جبل ومعاهم الشناوي ده رايي وجهه نظر يعني بدون بقى ما اجرح في حد وبدون ما اتكلم على حد بس وجهه نظر فنيه بحته لا عندي حسابات مع حد ولا عندي اغراء لاي حاجه انما اللي بيبقى في بعض الهجوم على كابتن حسام الهجوم ده انا مش فاهمه يعني بيبقى له حسابات تانية خالص ايه الحسابات ايه تفتكر ليه يعني ما اعرفش يعني في ناس كده ما يعني
يعني انا تعاملت مع كابتن حسام كتير، ممكن يبقى يعني وش كابتن حسام شويه في ناس ما يعني هو التقييم بالوش ده غير مطلوب يعني. لا في ناس كده كابتن هاني والله يعني انا مش هقيم مدرب هو بيضحك ولا بيقشر يعني. لا بس الجهاز الفني دايما، لا الجهاز الفني هو كمان يعني طبعا ممثلا في كابتن حسام البدري، بس دائما ما بيوجه للجهاز الفني الحالي ده كل الانتقادات. ليه يعني هو كابتن حسام ده على فكره كابتن حسام وصل اول مجموعه يعني كابتن حسام صعد النهارده بطوله افريقيا ب 12 مش 12 بونت ولا كام 12 تقريبا باول مجموعه ما خسرش ورا مباراه، وحتى لو في بعض الاداء مش اللي هو مش ده الاداء بتاع منتخب مصر. شوف حضرتك احنا بعد في فتره كورونا دي كان المنتخب اتجمع كم مره هو الكابتن ما اتجمعش بالظبط 23 يوم في خلال السنه ونص. طيب يا كابتن هاني يعني 23 يوم قليل جدا طبعا، قليل جدا. ما احنا بنلتمس الاعذار بشكل هو كويس، هو ده اللي بتكلم عليه. والنقد فالنقد ده ليه على المستوى الفني؟ احنا دايما ننتقد حتى هنا في قناه النادي الاهلي، ولا اصل برضو الناس لازم تفهم انت مالك المدرب بيضحك ما بيضحكش بيبتسم، انت ليك اداء فني بتقيمه فنيا، هو ده اللي قصدي عليه يعني. في لا في امور بتبقى خارجه خالص عن النطاق الفني تماما زي ما كابتن هاني بيقول، بتبقى راجعه بقى لحاجات كتير يعني مش فاهمها يعني. انما في كمدير فني منتخب مصر لسه ما خدش الفرصه ان انت تقدر تتقيم عليها بشكل عام بقى يعني. لما كابتن حسين متواجد في بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله في التصفيات المؤهله لكاس العالم، هنا بقى لما بقى له فتره كبيره ومنتخب اتجمع فتره كبيره يبقى تقدر تنتقد الاداء بقى والنتيجه وكل حاجه. حلوه بمناسبه كاس العالم، فاحنا نفسنا طبعا يعني حلم الوصول للمونديال ده حلم المصريين نفسها تشوفه تاني يعني. تفتكر النهارده مجموعة مش سهل على فكره؟ طبعا يعني يبان الجابون وانجولا وليبيا ان المجموعه، لا المجموعه مش سهل، المجموعه صعب. النهارده في ظل العناصر الجيده وبينضم ليهم كمان مجموعه المحترفين يعني عندنا قوام ولا اروع زي ما بيقولوا، تفتكر ان حلم الصعود للمونديال يعني صعب؟ صعب ايه واحنا عندنا حسابات الاداء، واحنا عندنا حسابات انه النهارده حتى يعني على مستوى الشوطين الفرق بينهم رهيب يعني. لا هو الطبيعي بقى ان لو موضوع المنتخب، موضوع بقى كاس العالم وتصفيات كاس العالم اللي جايه، لازم يبقى في تجمع للمنتخب ويبقى في مباراه وديه تتلعب قبل المباراه الرسميه، لان دي خلاص بقى ما فيش فيها يعني خلاص احنا موضوع ان احنا على فكره طلبوا الكابتن حسام البدري يعني قال كده لازم يبقى في مباراه وديه بشكل كويس، يبقى في تجمع فتره كبيره للمنتخب قبل ما يلعب اول مباراه، وحتى المباراه يعني لازم المنتخب لا يعد بشكل افضل من كده يعني. كابتن حسام برضه عشان الدوري يمشي وعشان الدوري يبقى فيه استمرار في الدوري والدوري يلحق يخلص الدوري في يعني خد بالك ده احنا متاخرين كمان. فهو كابتن حسام كل ده على حساب المنتخب وعلى حساب الجهاز الفني. ما هو انا عشان اجمع منتخب يبقى محتاج على الاقل 10 ايام عشان اعمل مباراه وديه، فعشان اجمعه يعني معسكرين بس يبقى انا كده الدوري ممكن اضيع من الدوري مش اقل مثلا من 10 مباريات. لو جمعت المنتخب مرتين بس في فتره زمنيه يعني نتكلم في شهرين هتضيع 20 دلوقتي عندك مشكله بقى. ما انت بتتكلم كمان، خلينا نتكلم بالورقه والقلم. انت عندك المفروض عندنا مباريات تصفيات كاس العالم هتبدا في شهر 6 تمام، وبالتالي انت محتاج زي ما الكابتن حسام قال، هو محتاج طبعا علشان كمان موضوع اللي هو الاختيارات والتجانس وانه يكون فرقه قادره زي ما انت بتقولت مجموعه على الورق مجموعه ايدي، لكن المجموعه صعبه. المجموعه صعبه، ليبيا بيلعب دلوقتي على ارضه، هيلعب على ارضه بيتكلم على انجولا وبيتكلم على الجابون طبعا وده شفناه فالموضوع كمان على مستوى هل يأثر دوت على يعني مستوى الدوري او الاجنده المحليه بالنسبه للدوري هيتضغط اكتر من طبعا كده. طبعا طبعا هيأثر على الدوري طبعا طبعا ما هو ده في النهايه ما هو اصل هي احنا هنجيب ايام منين؟ هنجيب ايام واضحه من شهر 6 ده لحد عشان تخلص خلص امتى؟ وانا تبدا الدوري هيأثر على الدوري اللي بعد كده الجديد. الموضوع يعني كان في اراء كتير بقى، بس خلاص احنا عدينا المرحله دي. ان كان فيك اراء ان كان الدوري ده يعني كان ممكن يبقى الدوري ده يعني ممكن يتعمل بقى مجموعتين، كان ممكن يبقى في حلول تانية غير ان الدوري يتلعب بالشكل ده، انما كله بيبقى على حساب صدقيني على حساب اللعيبه. في اللعيبه بتتصاب، في اللعيبه طبعا بقى عندها مشاكل في امور فنيه. ما انا مش ممكن ابقى العب كل 3 ايام واروح منتخب واسافر واجي واعمل، وفي النهايه عايز الاداء وعايز نتيجه وعايز كل حاجه. بيبقى الامور صعبه على الجهاز الفني لمنتخب مصر، وايضا صعبه كمان على الانديه اللي بتشارك في افريقيا بالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك. طيب النهارده عندنا يعني الماتش اللي جاي ده حمدي فتحي عنده يعني ما هو برضو عنده كسر، ايمن اشرف ممكن ما يلحقش يعني، في علي معلول في لعيبه برضو حمدي صحيح، ما انا بقول حضرتك حمدي فتحي علي محمود في لعيبه، لا في لعيبه كتير بسبب الاجهاد وبسبب الاستمراريه في الماتشات والسفر بتتصاب. فاتمنى
اتفضلي. لا بتتمنى ايه؟ اتمنى ان شاء الله يعني يبقى يعني يبقى في تنسيق بقى بين الدوري وان شو يلاقوا يعني فتره معقوله ان كابتن حسام يجمع الفرقه ويعمل مباراه وديه عشان يجمع من غير محترفين. وده انا في اعتقادي برضو شيء جيد انه اكيد التجمعات دي مش اجنده دوليه وبالتالي مش هتبقى المحترفين موجودين. وده مهم كمان ان كابتن حسام يبص بشكل افضل كمان على اللعيبه اللي ما خدتش فرصه ومن خلال معسكر مباراه كينيا يا كابتن هاني ومباراه جزر القمر النهارده شوف كده كم محترف لعب الماتشين دول من بره الدوري المصري هتلاقي العدد مش كبير هم خمسه يعني هتلاقي انا بتكلم على اللي كانوا اساسيين في التشكيل مين اللي لعب مباراه محمد صلاح تريزيجيه حجازي طيب مين تاني مصطفى محمد لعب مباراه محمد لا نعمل ماتشات وديه بدون الدوليين طبيعي ده انا بقول لك ده كمان مفيد جدا للكابتن حسام يعني ممكن يظهر لعيبه جديده وحتى لو ما ظهرش لعيبه جديده يبقى في تجانس بين اللعيبه اللي موجوده في الدوري المحلي طيب. هيبقوا افضل من كده كتير يعني طب النهارده في او شفنا يعني كمان البطوله اللي جايه ديت بتشهد رقم جديد يمكن النهارده عندنا 6 منتخبات وده رقم يمكن ما حصلش قبل كده النهارده عندنا المغرب عندنا تونس السودان طبعا فازت على جنوب افريقيا مصر طبعا نتكلم على الجزائر وده ما حصلش قبل كده يا كابتن طارق برضو يعني ما لسه بقول لحضرتك ان حصل تغيير شامل في موضوع المنتخبات لا في منتخبات بقت قويه جدا والاسم ده كان زمان لما يجي نلعب فرقه زي دي تحس ان ممكن نكسبها 6 و7 و8 زي كينيا دلوقتي زي الجابون زي ليبيا زي انجولا لا في منتخبات كتير بقت قويه حتى على المستوى العربي مستوى المنتخبات العربيه كلها لا فيعني النهارده تونس مرشحه ان تاخد بطوله صحيح. الجزائر مرشحه ان تاخد بطوله وعندهم شو محترفين قد ايه فالبطوله ما بقتش سهله زي زمان المغرب فريق قوي جدا وده هيخلينا يا كابتن نروح ليه قبل ما يعني هنروح كمان للبطوله الافريقيه نروح للكاميرون واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني لو ربنا وفقنا بتصفيات كاس العالم هتنعكس ايجابيا على مشوارنا في بطوله امم افريقيا لكن انت بتتكلم عن نقطه مهمه جدا ان مش عايزين طبعا فوز النهارده يبقى هو ده المسطره اللي بنقيس عليها المنتخب لا طبعا لان المستويات اللي هنقابلها في تصفيات كاس العالم مختلفة تماما وانت عارف كمان نظام التصفيات دوت نظام ما بنحبوش قوي يعني انت لازم تطلع اول مجموعة وبعدين تخش مع 9 فرق كلهم هيبقوا التوب وهتاخد كمان نوك اوت مباراة رايح جاي خلاص 10 منتخبات اللي كابتن حسام محتاجه في الفترة ديت عشان يبقى قادرين كمان ان احنا ناخد اول مجموعة في تصفيات كاس العالم ايه اللي ناقص المنتخب عشان نقول لا احنا مطمنين ان احنا نكون اول مجموعة مفيش شك يا كابتن زي ما كنا بنتكلم من شويه ان يبقى في يعني يبقى في مباراه وديه غير الاعداد يبقى في بقى يعني الناس كلها يبقى في دعم للمنتخب طبعا يبقى في مسانده بقى من يعني الناس بقى انا بحس ان في ناس يعني ايه ده يعني يعني ده يعني بيبقى في مدربين اجانب بيبقى في اخفاقات لهم بشكل كبير جدا ومبقاش في الانتقادات دي ومبقاش في يعني لا ده الناس بتستنى يعني بص يا كابتن في ناس بتحس ان هي مستنيه يبقى في اخطاء يبقى في اداء مش كويس عشان الناس تطلع يعني تهاجم فلا امور صعبه يعني حضرتك من بعد مباراه كينيا لحد اللي قبل مباراه النهارده شوف الضغط كان عامل ازاي والهجوم كان عامل ازاي الهجوم صعب جدا 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 لدرجه ان بقيتش انا في اوقات بعض الاوقات ما ببقاش مصدق ليه يا جماعه كده ده بلدنا صحيح دي بلدنا وحتى لو انت بتهاجم منتخب مصر في شخص كابتن حسام ولا في شخص بركات ولا في شخص سيد معوض ولا احمد ايوب لو اسم تاني غير الكابتن اسم كابتن حسام البدري كان ممكن نشوف نفس الانتقادات اللاذعه دي بيبقى فيه طبعا بيبقى فيه بس يعني بحس ان يعني شويه كابتن حسام بيبقى يعني الناس بتبقى الهجوم عليه اكتر طبعا ما اعرفش ليه يعني مش فاهم رغم كابتن حسام يعني ارقام كابتن حسام انا بتكلم هو طبعا بالنسبه للمنتخب هو اول مره يمسك مدير فني منتخب مصر انما شوف ارقامه مع النادي الاهلي شوف ارقامه في والحقيقه دي رابع مره يوصل لامم افريقيا بدون هزيمه يعني يعني قول لحضرتك طلع اول مجموعه رابع مره في تاريخ طلع اول مجموعه ب 12 بونت بدون هزيمه في نتكلم على الاداء نختلف نتفق بس في النهايه في النهايه ما احنا في مره احنا في 3 مرات ما وصلناش ورا بعض يا كابتن هاني فاكرهم جيل كبير طبعا لا مره مع كابتن حسن شحاته بالظبط ومره مع كابتن شوقي غريب ومره مع برادلي مش كده يا كابتن هاني مظبوط ولا ايه مظبوط يعني 6 سنين ورا بعض بنخرج ما بنوصلش افريقيا نعم وكان مع مين مع المعلم كابتن حسن شحاته وكان وصل خد 2006 و2008 و2010 فلما بنيجي احنا النهارده نصعد اول مجموعه مش عاجب الناس النهارده الاداء يبقى النهارده الناس هتتكلم على الشوط الثاني احنا بننتقد اهو الشوط بس يبقى بننتقد ايه بشكل بدون ما بنجرح في حد بدون ما بنتكلم لا بالعكس مفيش بيننا وبين اي حد حسابات خالص الجهاز الفني بالعكس سبورت للكابتن يعني طبعا ده منتخب مصر هو ده اللي يعني دايما يمكن يا كابتن يعني بتحب دايما
حابة انها تشوف منتخبها. طبعا كابتن حسام كل التقدير، خبرات كبيرة جدا طبعا، كان افضل سي في مع محطوط ايام الاختيارات، كان هو كابتن حسام افضل سي في من خلال المدربين المعروضين على اتحاد الكرة، فلا يعني ما عندناش اي شك في قدرات الكابتن حسام البدري وكل الدعم ليه. الانتقادات الفنية بتبقى ليها شكل شوية مش هقول شكل مبالغ فيه، لكن من حق الجماهير انها تنقد على مستوى الفنيات، لكن تأكد لو ان شاء الله وصلنا كاس العالم هتلاقي كل الدعم للكابتن حسام، هتلاقي الدوله كلنا حواليه وهتلاقي الجماهير كلها حواليه، لكن علشان الثقه دي ترجع من خلال اداء المنتخب، ده بيرجع من خلال اداء المنتخب. معاك 100%. ايه اللي ناقص؟ يعني ايه اللي ناقص؟ انت بتقول لا النواحي الفنيه، لا لازم نعمل واحد اتنين تلاتة عشان الصوره تبقى حلوه. يعني الصوره تبقى حلوه لما هيبقى في يعني هيبقى في ماتشات وديه، هيبقى في تسابات في التشكيل، هيبقى في يعني النهارده لما يعني ما هو كابتن حسام برضو المباراه ديت بتبين برضو في لعبة دوليه، في لعبة ما ينفعش تبقى دوليه، في لعب ممكن لازم لا ممكن يبقى يعني كابتن حسام يحتاجه في نص ساعه في الاخر في الشوط الثاني، في لعب ما ينفعش يبدا مباراه، في لعب يعني كل ده يعني ما هو كابتن حسام خلاص كل ما بيتجمع اللعيبه فتره كبيره كل ما بيكتشف حاجات بقى على طبعا ادواته اكتر طبعا ما هو ده، امال هيعرف ادواته ازاي؟ يعني ما هو في لعيبه كتير جدا بتبقى محليه، ما تروح للناحيه الدوليه دي ما تلاقيهاش خالص دولي. مظبوط، وده شفناه كتير ايام حتى ايامك يا كابتن هاني وحضرتك عارف الكلام ده كويس طبعا. فالفتره اللي جايه دي هيبقى في مسانده، انا متاكد الدوله انا بص يا كابتن الدوله ومسانده الدوله بتكلم على الاعلام الرياضي، يعني الاعلام الرياضي برضو ما انا شايفه الى حد كبير بيساند، انا بتكلم على السوشيال ميديا الجماهير الجمهور الجمهور ليه الكابتن لا الكابتن طارق النهارده برضو في فكره ان انت مصر او في مجموعه مصر بتلعب يعني مع فرق مش قويه الى حد ما، فطبيعي جدا ان انت كنت يعني تعمل اداء كويس ونتيجه كويسه ودوت اللي ما حصلش، وافتكر ان ده ممكن تكون واحده من الاسباب الهجوم الشرس على كابتن حسام البدري. هو كنتيجه احنا عملنا نتيجه كويسه بدنا اول مجموعه اداء ممكن يعني بعد ايه بشق الانفس يعني النهارده اداء يعني الشوط الاول النهارده طيب. اداء كويس مباراه توجو هناك في توجو كان اداء كويس ممكن بقى في مباراه كان فيها الاداء مش كويس، تعادلنا هنا مع كينيا 1-1 لو حضرتك فاكره، تعادلنا مع جزر القمر هناك برضو 0-0 تقريبا كان فيها الاداء ما كانش كويس، انما في النهايه تعادلنا مع كينيا رايح جاي تعادلنا مع كينيا رايح جاي بس في النهايه اتاهلنا لبطوله افريقيا اول مجموعه، فاتمنى اذا بقول لحضرتك الفتره اللي جايه دي كابتن حسام يبقى في دعم من انا متاكد ان الاعلام هيساند والناس كتير بتساند طبعا، انما في النهايه برضو هو خد بقى على فكره ما كان في النادي الاهلي كان بيحصل انتقادات جامده جدا لكابتن حسام في بعض الاوقات وكان بيتحمل الكلام ده واحنا عارفين كويس قوي ان دايما الجمهور بيبقى عايز مكسب، عايز اداء، عايز بطوله، يعني الجمهور عايز الاثنين، وده بنشوفه حتى في جمهور النادي الاهلي دلوقتي، ممكن يبقى النادي الاهلي جاي من كاس عالم واخد ثالث عالم، الاداء في كام مباراه الاخيره بعد ما رجعنا من كاس العالم الاداء شويه حصل فيه تزايد رغم انك بتكسب بكسب وده شفت الجمهور عمل ايه في الراجل الموسيماني الفترة الأخيرة دي في عشان الأداء مش كويس بره النادي الأهلي بيكسب، النادي الأهلي واخد ثالث راجع من كأس عالم واخد ثالث عالم أحسن أداء في 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 كأس العالم للأندية، ورغم كده في ماتشين ولا ثلاثة الأداء فيه مش كويس، شوفوا الجمهور عمل إيه في اللي بيشتغل في مهنة كرة القدم دي لازم يتحمل الكلام ده بالذات لما بيشتغل في نادي كبير أو يشتغل في دولة أو منتخب بحجم منتخب مصر، وده كابتن حسام يعني متعود عليه فما عندوش مشكله يعني طيب. بيعدي الكلام ده يعني لسه في كلام كتير جدا طبعا مع الكابتن كبير طارق سليمان منورنا النهارده بس بعد الفاصل في البيت الكبير. هو مين افضل لاعب النهارده كان في ماتش منتخب مصر امام جزر القمر؟ ده الحقيقه سؤال وجهناه مع بدايه الحلقه النهارده وجاءت الاجابات كالتالي. معانا النهارده يمكن بنبدا دايما من الفيسبوك ومعانا استاذ احمد شوقي، استاذ احمد شوقي طبعا بيقول أفشة ومن غيره صاحب القضية، عمر مصطفى بيقول صلاح، أحمد أبو طائية أفشة، مجدي محمد مجدي قضية ده أستاذ محمد عاطف، أسامة المنسي أشر أفشة وشريف وصلاح، أستاذ عصمت عبد المقصود بيقول من وجهة نظري محمد شريف. ده على كان على مستوى الفيسبوك. على مستوى تويتر مي محمود بتقول أفشة مستر أسيست، ومحمد لطفي أفشة صلاح شريف النني، يعني محمد لطفي اختار أربع نجوم للمنتخب النهاردة أو نجم المباراة أفشة وصلاح ومحمد شريف والنني. سامح غالي قال النني وبعدين قال أفشة وصلاح وشريف برضو اختار أربعة. ناصر جمال قال محمد مجدي أفشة. في أخيرا من إنستجرام ياسر بيقول أفشة طبعا
اه طبعا. وقال لك قفشه بدون نقاش احمد ميدو، اسراء السيد محمد مجدي قفشه طبعا، مستر اسيست عبد الله محمد قفشه، رمضان قفشه، القضيه ممكن، كابتن طارق قفشه، كابتن طارق سليمان قفشه اكيد. اه ممكن هو يكون ليه راي تاني يعني. لا هو فعلا بصي هو طبعا لما بيبقى اللعيب جايب هدفين يعني، يعني لو بنتكلم بقى يعني كلام يعني اللعيب جايب هدفين ده بيبقى هو طبعا يعني هو طبعا اكيد احسن لاعب في المباراه جايب هدفين. قفش مشارك في ثلاث اهداف طبعا، يعني مشارك هدفين اسيست على يعني قطع واحده وحط لشريف صحيح. وطبعا الجون الاول طبعا هو كان يعني كان هو صاحب الاسيست برضو بس اللي كان للنني بس طبعا كان الكور كورنر واتحطت لقفش حطها للنني. فبتكلم قفش هو طبعا انا بعتبره برضو من نجوم المباراه مع صلاح، بس طبعا عشان اللاعب يجيب هدفين انا شايف ان هو محمد صلاح طبعا اكيد، محمد صلاح وقفشه وحاطط برضه الناس شريف، مستنيه الهاتريك، حاطط شريف برضه وحاطط النني برضه. هو بصراحه دول من افضل اعتقد من افضل اللعيبه على مستوى طبعا. يعني دايما بيبقى في ماتشات كده تبقى بتظلم واحد او اثنين لو قلت نجم المباراه الوحيد يعني، ده لازم نقول الاربعه دول بس اللي افضل اثنين قفشه وصلاح او صلاح وقفشه يعني، يعني الاثنين في مرتبه واحده. محمد صلاح كفته بالنسبه لك ارجح عشان حقق يعني هو الهدفين اللي جابهم. اللي بيجي يقول لك يا كابتن هاني انت عارف يعني سعره يعني في كل حاجه يعني ده بيعرف. بمناسبه صلاح انت عارف ده اول مره يشارك مع المنتخب من فتره طويله جدا تحت قياده الكابتن حسام البدري، ظروف يمكن مر بيها في خلال التصفيات كانت دي اول مشاركه ليه مع الكابتن حسام البدري. شايف مشاركه محمد صلاح ازاي مع الكابتن حسام على مستوى المباريتين وعلى مستوى الاداري بالنسبه لموضوع الاشاره؟ عايز اخد برضو رايك في موضوع الاشاره لان كان اثير مواضيع وناس رايها ناس كتير رايها ان محمد صلاح هو يعني هو يستحق اشاره كابتن منتخب مصر في الفتره اللي جايه. هو طبعا ما فيش شك ان يعني هو صلاح لعب ماتشين مع كابتن حسام، مباراه كينيا، ولو اتكلمنا على مباراه كينيا كان الاداء بشكل عام كله يعني مش محمد صلاح بس يعني كل كان كل الأداء كل الفرق الفرقه كلها كان ادائها يعني ما كانش كويس، فبرضه يعني لسه ما اعتقد انه لسه برضه الكيمياء لسه يعني مش راكبه قوي مع بالنسبه لصلاح يعني مع الجهاز مع لسه طبعا اكيد لسه مع الوقت طبعا هتلاقي في حاجات هتبقى افضل من صلاح. النهارده افضل شويه افضل بكتير من مباراه كي يعني بالزبط. حتى النهارده الاداء كله بقى بشكل عام كلهم يا كابتن كلهم. مش بس صلاح بس صلاح برضو حاسس انه النهارده يعني لا فاكك يعني صلاح كان خد بالك صلاح برضو ما جاش فتره كبيره وكان شويه زعلان يا كابتن هاني لو حضرتك فاكر موضوع التصويت لما حصل الاستفتاء طبعا التصويت بتاع اتحاد الكوره وما صوتش وكان كانت حصل مشاكل اداريه بره الملعب يعني اصلا ما لهاش علاقه بالكابتن حسام خالص طبعًا بس طبعًا. كان محمد صلاح زعلان وده حقه صحيح ما يبقى يحصلش تصويت وكده او يحصل خطا او ده اللعيب بتاعنا اكيد طبيعي ان يحصل ما يحصلش طبيعي ان ده ما يحصلش يعني. فصلاح ما يعني فتره كبيره ما جاش بقى لاسباب مختلفه بقى شويه كورونا عنده كورونا وشويه كان هيلعب خلاص وعنده كورونا وشويه كان مصاب وشويه كل ده احنا يعني فتره كبيره عدت وبدايه صلاح مع منتخب مصر مع كابتن حسام البدري هو مباراه كينيا ومباراه النهارده. النهارده صلاح كان فاكك لو تشوفه حتى نفسيا كده تحس انه ايه اداؤه مختلف. ده بالنسبه طبعا بالنسبه للشاره يعني انا بحب الموضوع الادميه يا كابتن هاني يعني الادميه طبعا. بص احنا بلدنا مختلف عن اي بلد في العالم يعني في بره بيدوها طبعا ميسي بياخدها كريستيانو بياخدها ممكن ما يبقاش القديم ما يبقاش ادم لعيب في الفرقه بس احنا كبلد عندنا دي يعني احنا مختلفين شويه في الحته دي يعني لا اللعيبه عندنا الافضل انه يبقى القديم هو اللي يبقى ده ممكن تاثر على نفسيه اللاعبين يعني لو بنتكلم على نفسيات اللاعبين على مستوى الاداره الفنيه السؤال يعني على مستوى الاداره الفنيه ولا على مستوى اللاعبين بتفرق الاثنين يا كابتن هيحصل بلبله جوه الفريق صدقني هيحصل بلبله في المعسكر وفي الفتره وهم قاعدين على الاكل وهم قاعدين في الغرف مع بعض هيكلموا كتير فيها كتير جدا للدرجه دي تفرق على مر التاريخ في بره في اوروبا وانت حضرتك عارف طبعا يا كابتن هاني بتلاقي ممكن بيبقى في حد بيحصل زي تصويت اوقات بيحصل تصويت واوقات مدير فني هو اللي بيختار صحيح ده بره بيحصل الكلام ده وشفناه كتير هنا في مصر عمرها ما حصلت غير مره واحده مانو الجوزيه مع الحضري لما اداها لشادي. طب قول لي الاجواء دي كانت ايه؟ يعني كان في اجواء لغط شويه زي ما انت بتقول ممكن تعمل شويه بلبله شويه عملت شويه اكيد طبعا الفتره نفسيات اللعيبه مش المعسكر ده المعسكر اللي كان قبل كده اللي كان صلاح فيه عنده كورونا تقريبا طبعا هو ده الفتره اللي اثيرت فيها ان صحيح ده اللي فات على طول كانت قال ان صلاح يعني عايزين نكرمه وعايزين ايه يعني او نصالحه بمعنى ادق يعني ان صالح صلاح عشان صلاح كان وقتها كان زعلان واتقال انه صلاح يعني ياخد الكابتنه وكده وصلاح جاله كورونا ويعني ما شاركش انما هو الافضل انا شايف كان في هدوء بقى المره دي
وكان في هدوء المره دي, وان الافضل اللي ياخدها تم الاتفاق يعني الاتفاق تم في الاخر. وانا شايف ان هم اتكلموا برضو مع صلاح يعني اكيد صلاح, واكيد صلاح وافق على الكلام ده ان عشان برضو ما يحصلش بلبله في جوه الفرقه وجوه الجهاز الفني يعني. فمشيت بالشكل ده واعتقد ان كده افضل بالنسبه للعيبه المصريه. وممكن بقى تيجي في الملعب يعني, ممكن تيجي في الملعب زي ما النهارده مثلا نني كان هو بعد عمرو السوليه, تيجي بقى من اللعيبه نفسها جوه في الملعب بقى. بالظبط يعني تيجي العمليه ان لا انا طالما متواجد مع صلاح انا من نفسي انني اقول لا اديها لمحمد صلاح. فدي عمليه حب ما بين اللعيبه. ممكن اللعيب يوافق, ممكن اللعيب يعملها زي ما حضرتك بتتكلم كده بالظبط, انن عملها بالزبط. ممكن اللعيب تاني ما يعملهاش طبيعي, لازم يكون مقبول. صح ايوه والله بجد بيحصل. عشان انا بقول لحضرتك احنا عندنا الاجواء عندنا مختلفه شويه. لا بس هو حق على فكره, ممكن في بعض الاوقات المدير الفني يقول انا هديها, بس لو المدير الفني عمل كده صدقيني هيحصل مشاكل كتير قوي. صح وهيبقى السبب فيها المدير الفني. الافضل يعني انا رايي ان الجهاز الفني يبقى بعيد عن الحته دي. برافو عليك. صح يبقى بعيد عن الحته دي خالص عشان ما يتقالش اصل هو خدها من ده. لا هي بالادميه وهي ماشيه طول عمرها كده فتمشي بالشكل ده. طيب عايز اخد راي حضرتك في بعض الاسماء اللي كان يعني فيها مانو جوزيه طبعا اللي عملها, ويعني كان فيها شده طبعا فيها بس هي يعني برضو الامانه عدت ومشيت يعني. وكان بياخد بطولات بيها بالشكل ده, خد بطولات كتير يعني. طيب في اسماء هاخد راي حضرتك فيها بسرعه يمكن تالقت النهارده, منهم محمد شريف وقفش. اكيد محمد شريف هل بينافس النهارده على خط الهجوم بجانب في المنتخب الوطني بجانب مصطفى بجانب حسام حسن في سموحه, مين تاني عندنا؟ احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان طبعا. ممكن محمد ينافس. طبعا شريف ارقامه حلوه جدا مع النادي الاهلي ومع المنتخب ارقامه. لما نتكلم بالارقام دايما اصل الفيرود ده, عشان كده بقول لحضرتك النهارده لما صلاح يجيب جونين يبقى لازم احنا يبقى له الافضليه. شوفي ارقام شريف كده مع المنتخب هتلاقي ارقامه حتى ممكن وفتجوا اخر مره برضه طبعًا. بما ان حضرتك لا هو بيجيب جوان. هو الراجل بيعرف يجيب جون. انا شريف ده ليا موقف معاه احكيك انا بسرعه كده. اكيد كنا بنلعب مع اياكس في اعتزال حسام غالي في الامارات بمناسبه شريف يعني. فاحنا المباراه دي كسبناها 1-0 بهدف صلاح محسن. فكابتن حسام اخر نص ساعه كده كل الناس قامت سخنت وكل اللعيبه نزلت ما عدا الوحيد اللي فضل يسخن ورا الجون شريف محمد شريف. وبعدين كابتن حسام نادى لشريف, كان باقي تقريبا دقيقتين او ثلاث دقايق والمباراه بتخلص. على ما نزل ما لمس الكوره خالص, يدوبك على ما نزل الحكم صفر. فنزلت الملعب انا لشريف, شريف كان بيعيط جامد جدا منهار يعني, كان نفسه يلعب يعني فتره ما لعبش فتره كبيره يعني. فانا نزلت له الملعب, انا بحبه قوي شريف يعني. الكلام ده لما جه النادي الاهلي قبل ما يروح قبل ما يروح اعاره للانبي. نزلت له الملعب قلت له بص, يا شريف انا بحب الشخصيات الضعيفه, النادي الاهلي هنا عايز شخصيه قويه. ان انت تعيط دي على فكره ده انا ممكن يبقى قوه على فكره. انا يعني مش هيقيس الضعف والقوه بان انت تعيط او ما تعيطش, بس دي لازم تستفيد من الموقف. حصلت مع لعيبه اكبر منك بكتير جدا جدا وتالقوا بقى نجوم مصر. صحيح يعني شريف انا قلت له الكلام ده اكيد هو فاكر الكلام ده كويس. قلت له دي تديك باور ان الفتره اللي جايه دي لازم تبقى اساسي في النادي الاهلي, ولو اتحملت النادي الاهلي عايز ضغوط, هتحمل الضغوط وهتحمل تبقى شخصيه قويه هتكمل وهتلعب في النادي وهتبقى نجم كبير في النادي الاهلي. هتبقى شخصيه ضعيفه وتعيط وتعب اللي انت بتعمله ده مش هتكمل في النادي الاهلي. والله يا كابتن هاني الكلام ده يعني الكلام ده اكيد هو فكره كويسه. كلامك يا كابتن طارق وطبقه كمان خلال سنه بعد اعارته وكان عنده رجع النادي الاهلي تاني. ما شاء الله دلوقتي انا بقول لحضرتك على موقف حصل تقريبا من اربع يعني حسام غالي اعتزل تقريبا من 3 سنين او من 4 سنين. موقف حصل نزل دقيقتين اتنين بالظبط ما لمس الكوره, وبعد المباراه نزلت له الملعب. في الاول بيبقى يعني تراكم خبرات كمان يعني بس هو يعني صعب عليه نفسه انه يعني كانت مباراه كان انما كان نفسه بس النهارده ادى كابتن حسام البدري فرصه انه النهارده عندك كان عندك مشكله في مركز راس الحربه ده, ما كانش عندك الا صلاح, النهارده عندك مصطفى وعندك شريف وعندك احمد ياسر, يعني عندك ناس كثيره جدا. هنبدا الفتره اللي جايه دي زي ما كان في متعب وكان في عمرو زكي وكان في عمرو زكي وكان يعني هنبدا الفتره اللي جايه دي هنبدا الامور هتوضح بالنسبه لمنتخب مصر. هيبقى في مصطفى محمد, يبقى في شريف, في احمد ياسر ريان, وفي زي ما حضرتك قلتي حسام حسن سموحه. لا هيبقى في ان شاء الله يعني. وانا شايف ان كمان مروان بأداءه مع النادي الاهلي كان ممكن يتشاب, لان مروان خبرات دوليه كبيره جدا على مستوى منتخب مصر,
واكيد لو ماشي بنفس المستوى هتكون منافسه حلوه، ده اللي كابتن حسام دايما بيتمناه. هو ده يكون عندك أربعة خمسة بقى وانت تحتار تاخد انا اهم حاجه الفيرود يا كابتن هاني. انا عايز كل يعني عايز دايما يعني يبقى كل ماتش اجيب جون، تقف معايا ماتش اتنين لازم يعني يبقى ده هدفي. يعني الفيرود كل ما بيجيب جون حتى لو اداؤه سيء في المباراه، بس هو خارج من المباراه جايب جون او جايب اتنين، صدقيني هو ده يعني طموح الفيرود في كل مباراه. يعني مش عايز طموح الفيرود يبقى انا اعمل مباراه كويسه شغلته واعمل خمس ست مباريات كويسين وفي الاخر اطلع بدون يعني لا ارقامي اهداف ارقامي اهداف، ولازم انافس ان انا ابقى هداف الدوري. يعني لازم النادي الاهلي يبقى الفيرود النادي الاهلي لازم يبقى هداف الدوري، لازم ينافس على هداف الدوري. طيب بالنسبه بقى لقفشه، يمكن قفشه برضو يعني تالق اكتر من وقت انضمامه للاهلي، والنهارده كمان بنشوفه في المنتخب يصنع فعلا الفارق. قول لي الى اي مدى النهارده فرق قفشه يعني بعد ما انضم للاهلي، في يعني على مستوى بقى البدني، على المستوى المهاري، على حتى على مستوى الخبره. يعني بصي قفشه بيعمل ثلاث حاجات نادرا صعب جدا تلاقيهم في لعيب كوره، بيعمل ثلاث حاجات مهمين جدا. قفشه بيعرف يعمل استحواذ للفرقه بشكل كبير جدا. شوفي كده الكره بتيجي لقفشه كم مره وبتطلع منه كم مره، هتلاقي اكتر من 80-90% من الكور اللي توصل لقفشه بيبصها صح، وبيبصش لورا كتير. قفشه بيستلم الكره تحت ضغط وبيحافظ عليها وبيلعب لقدام. فهو بيعمل استحواذ للفرقه بشكل كويس. قفشه بيعرف يصنع اهداف بشكل كويس جدا، وكمان بيعرف يجيب اهداف. فقفشه انت اللعيبه عندك بيلعب تحت الفيرود او بيلعب تحت الثلاثه اللي قدام، فبيعمل ثلاث حاجات دول. طب مطلوب منه اكتر من كده؟ فلا انا بعتبر ان قفشه مكسب كبير جدا جدا لمنتخب مصر، مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي، واعتقد ان حد كبير جدا هو عوض عبد الله السعيد. كتير من عبد الله السعيد طبعا، مفيش كلام. انما قفشه بيعرف يجيب جون، بيجيب جون كتير مع النادي الاهلي او مع أو مع منتخب مصر. النهارده لما بنتكلم على قفشه تلاقي عامل النهارده اهداف، ثلاثة اسيست، وزائد انه بيجيب اهداف، جايب المباراه كينيا جايب جون، وجون جول كويس او جول صعب مش جول سهل يعني. فقفشه يعني انت عايز ايه من لعيب بيقدر يعمل الكلام ده؟ يعني لعيب يعني لعيب ده في لعيبه مجرد انه يعمل بس الاستحواذ مش عايز يطلعه من الملعب. بالظبط مش عايز يطلعه من الملعب، انه بيعمل استحواذ كويس، ان الكره ما بتطيحش. وظهر على فكره هو خارج النهارده بيغير كميه الرضا وكميه كمان الكابتن حسام البدري قابله بشكل حلو، يعني فرحان بيه بمعنى اصح. طبعا يعني كلنا طبعًا فرحانين بقفشه وان شاء الله يستمر. هو في المعسكر ده هو نجم يعني صحيح. بشكل عام بقى في مباراه كينيا ومباراه النهارده انا بعتبره من افضل اللعيبه موجوده في منتخب مصر. صحيح زائد اداؤه في مع النادي الاهلي. عايز اروح للمريخ بس عايز اتكلم على مستوى حراسه المرمى في المنتخب الاولمبي، وهل ممكن فعلا نشوف منهم حد في المنتخب الاول ولا لا قريبا؟ هو طبعا ما فيش شك ان كل حراس المرمى اللي بتاخده منتخب الاولمبي دول حراس مميزين جدا على مستوى المستوى الفني ومستوى بشكل عام كمستوى فني للحراس كلهم. لا اداؤهم ممتاز جدا مع انديتهم، سواء عمر رضوان، محمد صبحي بيلعب مع الاتحاد وكويس انه خرج اعاره عشان يلعب برضه يبقى له يعني يبقى رجليه في الملعب، زائد طبعا محمود جاد مع انبي، دول الثلاثه اللي هم بيلعبوا بشكل اساسي مع فرقهم يعني عمر رضوان ومحمد صبحي وفي اثنين كمان موجودين ولكن ما بيلعبوش اساسي، ولكن هم حراس مميزين جدا جدا وممكن يبقى لهم مستقبل كبير، سواء عمر صلاح مع في سموحه ومصطفى شوبير مع الاهلي. بشكل عام لا حراس مميزين كلهم وممكن يبقى لهم يعني. مين اللي ترشحها يا كابتن طارق؟ انا رشحت عمر رضوان يبقى موجود في المعسكر ده مع منتخب مصر الاول. تمام. من ضمن الحراس اللي انا كنت برشحهم في اول الكلام. قلت ان عمر رضوان كان يستحق ان يبقى موجود مع انما طبعا في النهايه هي في وجهه نظر فنيه للمنتخب للكابتن ايمن طاهر والكابتن حسام طبعا يعني، انما وجهه نظرنا الشخصيه زي ما قلت لحضرتك الاربع حراس بس يعني. كابتن طارق العمليه كمان انت من خبراتك كمدرب كبير، دايما زي ما بنقول في لعيبه في الدوري المصري لعيبه كويسه لكن الشخصيه الدوليه مش موجوده، ايه اللي بينطبق يعني؟ مين قلت ثلاث اربع اسماء على مستوى المنتخب الاولمبي على المستوى الفني انت شايف كويسين قوي، مين الشخصيه؟ انت فاكر احمد الشناوي كان فنيات رائع طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا. انا عاشرته كتير في المنتخب الاولمبي وعارف امكانياته الفنيه موهوب لاقصى درجه. طبعا الشخصيه بتفرق طبعا بتفرق جدا بتفرق، وخاصه انت يعني مدرب حراس كبير جدا بتحس ان الشخصيه بتفرق. مين من الثلاث اربع اسماء اللي قلتهم تقول من دلوقتي ده شخصيه يلعب منتخب مصر لمده 10 سنين؟ سؤال صعب جدا جدا بس عارف ليه صعب؟ ليه مش هعرف اجاوب عليه؟ لان عشان اللعيب نفسه. لا مش قصدي 10 كابتن هاني، انا قصدي اقول لحضرتك ان يعني الثلاثه اللي انا قلت عليهم دول لا بيلعب في النادي الاهلي ولا لعب في نادي الزمالك. مش تحت ضغوط يعني. فانا عشان اقول عمر رضوان اداؤه مع اسوان رائع
انما عشان يبقى اساسي منتخب مصر ابقى انا راجل يعني لازم. انا بقول دايما وبقول الكلام ده دايما قلته كتير، جون منتخب مصر هو جون النادي الاهلي، جون منتخب مصر هو جون نادي الزمالك. بس يعني انا بتكلم على المستوى الفني، النادي الاهلي على مر اخر 40 سنه هو جون منتخب مصر هو النادي الاهلي. ويرجع كده اللي انا بقوله ده التاريخ اللي بيقول، التاريخ اللي بيقول باستثناء الوحيد دايما بقوله الكابتن نادر السيد، نادر اكرامي، ثابت البطل، شوبير حضري، شوبير الشناوي دلوقتي ربنا يكرمه يبعد عنه الاصابات، هيخش في 10 سنين ان شاء الله 15 سنه يبقى جون منتخب مصر. انما عشان اقول محمود جاد بيلعب في انبي، انا بقول يروح منتخب مصر. لما بقول عمر رضوان يروح منتخب مصر يبقى ثالث يبقى رابع، والشناوي كان بيروح منتخب مصر كان ثالث كان رابع، كان رابع هو فين؟ هو بيتشد عشان يلعب منتخب مصر وهو بره اهلي وزمالك صعب جدا وما حصلتش يعني نادرا جدا لما بتلاقي حارس مرمى. فالثلاث اللي حضرتك قلت عليهم كنا بنتكلم عليهم من شويه كابتن هاني، ان انا اقول دوري يبقى جون منتخب مصر، الشخصيه بتفرق زي ما حضرتك بتقول. وضربت مثال باحمد الشناوي من الحراس اللي انا بعتبره من افضل حراس مرمى اللي جت في تاريخ مصر فنيا وجسمانيا، طبعا مواصفات جسمانيه موجوده ولكن مواصفات شخصيه هو اللي عامل في نفسه، يعني هو اللي حط نفسه في الحته دي. الشناوي كان طلع في يعني الشناوي كان جول، ما هو لعب اولمبياد، لا اولمبياد ده هو اللي وصلنا اولمبياد. انت عارف يا كابتن طارق كان كنا بنلعب في المغرب وجون المغرب اتعور واحنا كنا بنتفرج على المباراه، كنا قاعدين في المدرجات عشان كنا هنلعب المغرب المباراه اللي بعديها. جماهير المغرب اول ما الجون بتاعها اتعور قال لك شناوي شناوي عايزين شناوي لانه كان عامل دوره اكتر من رائعه في الاولمبياد، دوره اكتر من رائعه يا كابتن هاني. ففنيات زي ما انت بتقول، الفنيات والامكانيات الفنيه والموهبه والجسمانيه بس موجود. دي برضو مش كفايه ان هو يستمر في حراسه المنتخب. بص يا كابتن هاني دايما في ثلاث حاجات يعني مش عايزين ننساهم عشان لما اجي تاني نفتكرهم. ثلاث حاجات عشان يبقى جون دولي ويبقى جون النادي الاهلي، ثلاث حاجات: الموهبه زي ما حضرتك قلت، مواصفات الجسمانيه، والمواصفات الايه؟ الشخصيه. طب كابتن طارق بمناسبه المواصفات الشخصيه دي يعني هنمسك ورقه كده هنكتب مثلا بتاع 10 15 بند تفصيله صغيره كده، تفاصيل صغيره. الموهبه هنكتب حاجات كتير. الموهبه دي اعرفها ازاي؟ اعرفها ازاي؟ اعرف ازاي انا كمشاهد او كجمهور ان الحارس اللي قدامي دوت حارس موهوب او حارس مصنوع؟ بتتكلمي على مستوى يعني الناس اللي بتلعب دلوقتي في الدوري الممتاز ومنتخب مصر ولا من الصغر لسه وهو بدأ من البدايه خالص؟ من البدايه عمرك ما تعرفي. صعب صعب عليكي جدا. ما ينفعش يعني لا مش صعب. ده عايزه واحد متخصص قوي وواحد فني قوي. طيب عشان دخل أنا ولعب انا كابتن هاني طبعا الكلام ده انا ببني على يعني على حاجه صغيره، تفصيله صغيره قوي قوي في ولد وعنده 10 سنين للمركز ده. ابني عليها ابني عليها في حاجات تانية كتير قوي وابدا اطور وابدا اشتغل على حاجات. انا دايما في السن الصغير انا بشتغل على الموهبه، اشتغل على المهاره. المهاره دي اشتغل عليها سنين كتير جدا عشان اشتغل على مهارات كتير بقى. الشخصيه دي لسه ما بقدرش اشتغل طبعا، بنمي الشخصيه برده ودي عنصر مهم جدا. ازاي انا اقدر أنا في خد بالك في مدربين الولد وهو لسه عنده 10 سنين و11 12 13 سنه بيدمروا الشخصيه لما بيكبر. ممكن كابتن واحد زي كابتن طارق سليمان يقول ده حارس موهوب طبعاً. ده حارس تم صنعه طبعاً. يعني في ممكن تكتشف كده. انا مش عايز اقول انا عارف المصنوعين كلهم في مصر دلوقتي انا عارفهم يعني انا بس مش هينفع اقول اسماء يعني انما انما الحراس الموهبه ما هم برضو يعني بيبان الموهبه دي يعني. بصي كان زمان كده ما تشوف مثلا كابتن خطيب وهو بيقف في الكوره شوف الشكل، شوف الشكل جسمه بيعامل ازاي، وفي لاعب تاني يوقفها برضو تقف، بس شوف هنا الشكل عامل ازاي، شكل الجسم هنا عامل ازاي، والستايل بتاع كابتن مثلا خطيب وهو في الكوره، وشوف اللاعب تاني وبيقف على صدره. لا فرق كبير جدا. الموهبه تبان دي من عند ربنا بقى. دي طبعا دي من عند ربنا. دي موهبه دي ما فيش فيها كلام. دي موهبه ربانيه صح. من عند صحيح. ربنا فانت بتقول يا كابتن طارق الشخصيه هتكتب فيها 1 2 3. قول لنا كده وانت بتقيم الشخصيه لحارس مرمى النادي الاهلي او نادي الزمالك او منتخب مصر، الانديه اللي بتلعب تحت ضغوط لازم تتوفر فيه شخصيات ايه، او البنود الشخصيه اللي لازم تتوافر في لعيب بيلعب تحت ضغوط وخاصه حراسه المرمى، ايه الحاجات اللي انت تكتبها كده بورقه ولا مستهتر يا كابتن هاني؟ اكتب لي يعني واحد ما يكونش يعني حاجات كتير يعني زي يعني ايه يعني ده عايزه بقى ده بيتكلم في لا مش حاجات طويله قول لنا يعني اول شخصيه ما ينفعش ابقى شخصيه مستهتره، ما ينفعش ابقى شخصيه ما بحبش تمرين اوكي يعني ما ينفعش ابقى شخص مثلا يعني مش يعني بخاف، شخص جبان لازم يكون جريء طبعا يعني عنده جراءه وعنده شجاعه مش قصدي يعني. جراه في ان انا اخش في يعني لا الجراه دي يعني يعني شخص انا داخل فيها جون خطا مني وبلعب مع 100,000 متفرج ازاي انا ارجع تاني والمباراه دي بالنسبه لي خلاص الجون ده داخل خلاص اكمل
في جون في جون مجرد ما يبقى عنده خطأ في كرة عرضية طلع فيها أو كرة خطأ والجمهور يزوم عليه شكرا تهز ثقته في نفسه. تهز الثقة ده في جوان بتعمل نفسها متعورة وتطلع. في جول يا كابتن هاني في جول لو معاه منافس قوي ما يقدرش. اوكي. منافس يعني في جول ما يقدرش يخش في منافسة مع جول قوي. لا. دي صفات شخصية. ده كل دي صفات شخصية. في حاجات كتير قوي لازم ابقى ذكي. لازم اعرف اتعامل مع السوشيال ميديا، اتعامل مع يعني اتعامل مع لعيبه جوه الملعب، اتعامل مع لعيبه بره الملعب، اتعامل مع الاعلام، اتعامل حاجات كتير قوي في الشخصيه بتخليك انت تكمل وتكمل. يعني مثلا الشناوي مثلا نضرب مثال محمد الشناوي. محمد. اوكي. شوف محمد الشناوي في كل مباراه بيلعبها، كل مباراه بيلعبها اداؤه تحس ان هو يعني دي اول مباراه، يعني كل اللي فات ده اللي عمله الشناوي بيرميه ورا ظهره. كل مباراه كل بيروح كل مباراه دي البدايه سواء في تمرينه مركز جدا. شوف وزنه عامل ازاي. كل انا شجع قلت الشخصيه، مش ممكن الشخصيه مستهتره، ما ينفعش ابقى انا شخص كده. لا ده انا راجل محترف دلوقتي وانا عندي مسؤول اهداف مسؤول. كل يوم عندي هدف جديد. كل يوم عندي تجديد الاهداف طبعاً. وتجديد الاهداف التركيز انا مركز فركز في شغلي بس. شغلي ده هقضيه على شغلي ده هعمله على اكمل وجه. تمريني لازم اتمرن كويس قوي. شناوي بيروح التمرين بيروح الساعه كام النادي، بيدخل الملعب بيروح الجيم بيقعد اكتر من ساعه في الجيم عشان يتمرن عشان ما هو ده هي الشخصيه. ان انا ده ما انا مش عايز اقول بقى يعني في ناس ما بحبش التمرين ما بتمرنش مش عايز يتمرن بيجي مش عايز يتمرن. لو في التمرين زاد شويه يعني متضايق من مدرب حراس مرمى انه يعني انت كده كابتن مر عليك الكلام ده كتير اكيد طبعا. لا انا بقول لحضرتك بقى يعني عشان اقول اسماء لا طبعا مش محتاجين اسماء لكن دي امثله يعني. فالشخص ده موجود ازاي بقى انا شخص قيادي عندي ان انا اعرف لازم عندي القياده لان انا في النهايه انا اللي بوجه وانا اللي بتكلم صحيح. وبعدين لازم تبقى علاقتي كويسه بزمايلي. حاجات كتير قوي في الشخصيه مهمه جدا جدا عشان كده بقول مواصفات شخصيه. لو المواصفات الشخصيه دي مش موجوده عمرك ما توصل اللي احنا بنتكلم عليه بقى دلوقتي ان انت تبقى جون دولي وجون عندك قدرات بقى تلعب منتخب مصر 10 استمراريه بقى استمراريه صحيح. الاستمراريه بتيجي ازاي يا كابتن هاني؟ صحيح. لو انت اخذت بطوله هو النادي الاهلي مستمر لحد دلوقتي بياخد بطولات ليه؟ لان هو النادي الاهلي هو ده فكر النادي الاهلي، هو ده فكر مجلس الاداره وفكر مجلس الاداره بيوصله للعيبه واللعيبه توصله للعيبه الصغيره اللي طالعه. اتعلمنا كده من اللي عشان كده بقى وصل للجمهور دلوقتي ان انت ممكن تكسب بس لو الاداء مش مرضي تبقى الجمهور ده والاهلي تعادل المباراه ما بيتضايق بيزعل تتضايق عشان كده ايه ده دايما كل مباراه دي بالنسبه لنا بقت ماضي. هنا انا عايز اللي جاي الاهلي اقفل الصفحه بسرعه تالت عالم خلاص. لو الاهلي ده انا خدت تالت عالم مش هعمل حاجه فاللي انا بتكلم على الكيان كنادي اهلي لازم يتوفر في كل لعيب داخل النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي تتواجد في شخصيه اللاعبين في كل لاعب في كل عضو مجلس الاداره في كل واحد حتى العمال هو الكيان كله كيان النادي الاهلي. لا كان الدنيا مختلفه صدقيني والله انا بقولش والله انا بقول الكلام ده لان انا داخل النادي اتعلمت كل الكلام ده جوه النادي. انا ببقى بكسب اخد بطوله كابتن هاني ومش مش 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 مش, مش فرحان ما تبقاش مبسوط قوي عشان انا شايل هم اللي جاي ربنا يستر الجاي كل بطوله بتحملك مسؤوليه ثانيه ما بنلحقش نفرح. هو ده النادي الاهلي عشان كده دايما النادي الاهلي لما خلق يعني تلعب 10 سنين تلاقي عندك رصيد قد كده من بطولات سواء بقى انت عم حارس عدى داخل في 100 بطوله. طيب بمناسبه البطولات عايزين نحافظ على يعني لقب البطوله الافريقيه اكيد، والنهارده عندنا ماتش مهم جدا جدا امام المريخ. الاهلي هيعمل فيه ايه بالتزامن مع الغيابات بسبب الاصابات اللي احنا يعني شاهدناها في الفتره الاخيره؟ حمدي ايمن ابرزهم يعني وعلي ممكن بصي طبعا ما يشاركش طبعا. احنا كنا في مأزق صعب قوي 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 قبل المباراه الاخيره اللي لعبناها اللي كسبنا فيها 3 بس انت كنت مراهن انا رهنتني ان النادي الاهلي هيبقى اول مجموعه انا قلت الكلام ده فعلا قلت ان احنا هناخد اول مجموعه فعلا حضرتك عارف الكلام صحيح. وانا متاكد ليه بقى والكلام ده بيبقى انا يعني شفته كتير وانا موجود وشفته كتير وانا حتى مش موجود بره النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي في مواقف صعبه بتراهن على اللعيبه دي بتلاقيها فعلا في قمه تركيزها اللعيبه بتطلع افضل حاجه عندها. الموقف صعب صعب بس النادي الاهلي بيعرف يعدي بيعرف يعدي وشفناه في المباراه وقبلها بماتشات كتير على فكره ماتشات كتير حتى في النهائيات نتعادل في مصر ونكسب بره نبقى في موقف صعب جدا والاهلي بيعدي الا بقى حاجات بسيطه يعني. فمفيش شك ان النادي الاهلي انا متاكد ان هيوصل هيطلع اول مجموعه ان شاء الله بعد طبعا المكسب اللي فات ده. المباراه اللي جايه في فيتا كلوب هيلاعب سيمبا في سيمبا فالاهلي سيمبا جاي له حتى لو سيمبا كسب المباراه اللي جايه هيوصل 13 هو دلوقتي سيمبا 10 مظبوط سيمبا 10 مظبوط. فخلي سيمبا لو كسب المباراه اللي جايه هيبقى هيوصل 13 وجاي المباراه الاخيره هنا الاهلي فحتى النادي الاهلي هيكسب ان شاء الله مباراه المريخ اللي جايه دي ان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله باذن الله
فمحتاج انه يكسب هنا عشان ياخد اول مجموعه يكسب اثنين. انه طبعا هو خسران من سيمبا هناك طب ياخدوا طبعا المواجهات المباشره الاول صحيح. فانا متاكد ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يبقى اول مجموعه. وحتى لو حتى زي ما حضرتك قلت يا استاذ سهام ان في غيابات، في طبعا علي معلول وفي حمد فتحي بعد الكسر المباراه الاخيره المباراه في كينيا، ايمن اشرف وفي ايمن محمود وحيد وفي ايمن اشرف وفي كمان ايمن اشرف لسه يعني احتمال ايمن يلحق احتمال ممكن. ان شاء الله يعني موقفه لم يتحدد يعني انما ممكن يلحق ان شاء الله. فالاهلي بصي ما هو في لعبة بتغيب انا معاكي ولعبة مؤثره ولعبة بيبقى لها دور مهم جدا زي مثلا علي معلول ما شاء الله الفتره الاخيره صحيح. دور مهم جدا في الناحيه الهجوميه النادي الاهلي وبيعمل اهداف كتير لكن بس برضو الاهلي بمن حضر هنستخدم المقوله دي طبعا مفيش كلام الاهلي من حضر والاهلي من حضر على مر التاريخ يعني لعبة كتير بطلت والاهلي بياخد بطولات فهو الاهلي دايما بنراهن على الكيان ايا كان بقى اللي بيلعب داخل الكيان صدقيني بيبقى الاهلي احنا في فترات كتير قوي يا كابتن هاني ما كناش افضل يعني في بطولات خدناها كتير ما كناش افضل لعيبه في مصر حصلت كتير يعني ولكن باسم النادي الاهلي وكان النادي الاهلي بناخد البطولات فاتمنى ان شاء الله يعني الرهان ده ان شاء الله يكمل بقى ان الاهلي ان شاء الله باذن الله المباراه مباراه كمان زي ما انت يعني بنتكلم على الورق دايما بنتكلم الورق حاجه والملعب حاجه تانية خالص طبعا. اجواء مختلفه شويه نادي المريخ مش خسران حاجه نادي خرج بره السباق بشكل كبير لكن عنده طموحات انه يكسب فريق كبير زي النادي الاهلي او يعمل مباراه جيده او نتيجه جيده المدرب كمان ما بين قوسين كده ممكن ده يكون تو النجاه اللي ممكن يكمل مع نادي المريخ لان النتائج بالنسبه طبعا للتشامبيونز ليج الافريقي النتائج سيئه جدا لكن يبقى مباراه النادي الاهلي وانت يمكن لعبت مباريات كتير في السودان بالذات في المريخ مع المريخ مع المريخ كمان وانت مع الكابتن حسام ويمكن كنت بتلعب ضد المريخ ومع المريخ يعني انت مسكت فرقه المريخ مع الكابتن حسام البدري قول لنا شعبيه المريخ وازاي كمان وانتم ماسكين فرقه المريخ وبتلعبوا فرقه كبيره وخاصه يعني النادي الاهلي لما بيروح دايما بيبقى اجواء مختلفه يعني هو طبعا المريخ هناك في السودان يعني انا يعني دايما الهلال والمريخ زي الاهلي والزمالك هنا هناك شعبيه كبيره جدا هناك بيحبوا كوره قوي يا كابتن هاني يعني الشعب السوداني يعني مش عايز اقول لك ان هم يعني حياتهم كلها كوره يعني من الناس كلها بتحب الكوره جدا احنا كنا بيحضر لها في التمرين بال 10,000 متفرج في التمرين تدريب في التمرين كان بيجي جمهور كتير جدا في التمرين المباراه الرسميه كان بتلاقي الملعب فيه بال 30 و 40,000 فهم بيحبوا الكوره قوي وعندهم يعني الكوره دي يعني حياتهم ويعني يعني تحس ان الجمهور بيستمتع بالكوره يعني وتلاقي بقى حتى هم لهم يعني نظام هناك مختلف شويه انما في المجمل يعني فرقه المريخ هي فرقه كبيره في السودان يعني فالمباراه مش تبقى سهله المباراه تبقى صعبه يعني زي ما حضرتك قلت كده ان هم بالنسبه لهم مباراه الاهلي دي بطوله خاصه بعيد ان هم خلاص هم بره البطوله خلاص طبعا لما عندهم بونت واحد تقريبا تعادلوا مباراه واحده انما طبعا مباراه الاهلي معاهم زي اي فريق زي حتى هنا في مصر حلو زي فالمريخ فرقه يعني انا بعتبرها من الفرق الكويسه الفرق ممكن طبعا حتى احنا السنه اللي فاتت يا كابتن لو حضرتك فاكر احنا في السودان احنا هناك تعادلنا تقريبا مع الهلال 1-1 مش كده وصعدنا اول مجموعه برضو كان مباراه صعبه جدا او كسبنا جداً. تقريبا بره ولا تعادلنا اعتقد كسبنا خدنا اول مجموعه تعادلنا بالظبط كان تعادلنا هناك وخدنا مزبوط. اول مجموعه مزبوط. فالهلال او المريخ يعني مفيش فرق بينهم كبير يعني انما المباراه هناك تبقى صعبه لا اجواءها بقى زي ما يعني الاجواء بره بتبقى مختلفه شويه عن الاجواء في مصر فاتمنى ان شاء الله ان يعني برضو الاهلي المباراه دي مهمه جدا عشان الاهلي ياخد مجموعه عشان تكسب الرهان اكيد ان شاء الله يعني فالاهلي لازم يكسب المباراه اللي جايه دي عشان صحيح. لان هو ان شاء الله يعني يكسب سيمبا هنا ان شاء الله بس قبلها لازم نكسب المريخ كمان هيتعامل ازاي موسيماني مع المباراه القادمه هيدير المباراه ازاي طبيعي انه زي ما قريب قوي من زي ما لعبنا المباراه الاخيره مع فيتا كلوب شوف الضغط كان عامل ازاي شوف اللعيبه كانت مركزه ازاي وكان يعني ما شاء الله يعني اللعيبه خلصت بدري كان في تركيز عالي قوي من اللعيبه كان في رغبه في زي ما كنا بنتكلم على مباراه النهارده بالنسبه للمنتخب كان في رغبه ان المنتخب يكسب ده عمله الاهلي في مباراه فيتا كلوب فان من اول دقيقه الاهلي كان باين قوي ان الاهلي هيكسب المباراه باين قوي ده الاهلي هيبقى كويس سبحان الله يعني من اول 5 دقايق بيبان ان فيتا كلوب فده اتمنى يبقى موجود هناك في الملعب كويس طبعا ملعب اتجدد والملعب بقى تحفه هناك ملعب المريخ فما فيش يعني بالنسبه للملعب ما فيش مشكله الجوهره الزرقاء تقريبا اسمه كده الجوهره الزرقاء
اسم جديد بعد قريب، انما هو الملعب كويس قوي، الملعب يتجدد والملعب بقى كويس قوي، فالارضيه كويسه مفيش مشكله بالنسبه للقط. ممكن الجو بقى اللي هو انا ما اعرفش انا اعتقادي زي ما انت بتقول لو نفس التركيز ونفس الاحساس بالمسؤوليه مباراه فيتا كلوب، اعتقد ان النادي الاهلي بالظروف اللي مر بيها ما اعتقدش هيبقى عنده مشكله في الموضوع دوت. عايز ارجع بقى للبنك الاهلي، انت طبعا اكيد بتابع الدوري والبنك الاهلي وعمليه، هل انت شايف ان البنك الاهلي خاصه انت ليك تجربه يعني مع الكابتن محمد يوسف، انا في اعتقادي كانت تجربه ناجحه لكن في ظروف معينه الامور ما مشيتش كويس، في حظوظ للبنك الاهلي خاصه انه يتواجد في الدوري المصري او يقعد السنه دي رغم يمكن برضو النتائج بعد رحيل الكابتن محمد يوسف وانت ما كانتش على المستوى المطلوب يعني؟ بص يا كابتن هاني، الامانه الناس في مجلس الاداره سواء رئيس النادي اللي هو اشرف نصار او العميد حاتم والاستاذ محمد عبد المنعم كلهم الامانه يعني موضوع ان هم ما اثروش خالص في النسبه يعني اي حاجه بالنسبه للجهاز الفني اللي موجود دلوقتي الحالي او احنا حتى لما كنا موجودين اي حاجه للامانه مجابه يعني ما بتاخروش في اي حاجه خالص. الملعب حتى الملعب دلوقتي بتاعهم بيقلبوه عشان يعملوه نجيل طبيعي عشان الفرقه تتمرن داخل. احنا عندنا دقيقه واحده عايزين بس تكلمنا سريعا جدا عن الصعوبات اللي اثرت على نتائج الفريق. لا هو طبعا ما فيش شك ان الفرقه بتقابل صعوبات زي ما حضرتك قلت، ان حتى بعد ما احنا مشينا هم كسبوا مباراه وتعادلوا مباراه وخسروا مباراه وعندهم ان شاء الله هيبداوا بالدور الثاني على طول بوادي دجله يوم سبعة. موقف صعب جدا جدا يعني موقف مش سهل يعني. عندهم الفتره دي في اصابات، انا اعرف ان في بعض الاصابات عندهم الفتره اللي فاتت ديت وممكن يبقى فيها تاثير عليها، انما في النهايه مش هتحسم زي السنه اللي فاتت كده كابتن، كان في 8 فرق صحيح. 9 فرق لحد قبل نهايه الدوري باسبوعين ما كناش لسه عارفين كان لسه الدنيا مش واضحه خالص يعني، فالموضوع مش هيبقى سهل يعني، لان في النهايه طبعا الانتاج الحربي فرقه كويسه وهتنافس لحد اخر لحظه، وادي دجله برضو فرقه كويسه، الاسماعيلي دلوقتي موجود، المقاولون العرب موجود، فرق كبيره وفرق لها باع كبير في الدوري المصري. فالبنك يعني هم في معسكر دلوقتي اللي انا عارفه ان هم في معسكر وبيستعدوا لعبوا مباريات وديه كتير، متابع طبعا كل الكلام ده، فاتمنى لهم التوفيق يعني كلنا طبعا نتمنى لهم التوفيق. احنا كمان بنتمنى لحضرتك التوفيق في مشوارك اللي جاي والخطوه اللي جايه. نشكرك جدا يا كابتن طارق، شرفتنا يا كابتن، نورتنا وشرفتنا يا كابتن، ربنا يكرمك دايما بتنورنا في البيت الكبير. ربنا يكرمك، انا سعيد بوجودي طبعا معاكم وسعيد طبعا في بيتي وبيت الكبير وقناه النادي الاهلي. احنا اسعد. شكرا كابتن طارق، الله يكرمك. دي كانت طبعا نهايه حلقتنا النهارده في البيت الكبير، نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد من 10 ل 1 وحلقه جديده من البيت الكبير، تصبحوا على خير.